سلام. اللطف يعني أو اللطيف سبحانه معناها إنه الشيء الخفي. يعني ممكن الواحد مثلا يكون في دائرة حكومية يبغى يخلص معاملة معينة، يعرف إنه هذا الشخص الموظف الصغير هذا ممكن يخلص المعاملة لأنه عارف مداخل ومخارج الدائرة هذه وعارف كيف ممكن يوصل لإنهاء المعاملة دي. أو مثلا مسؤول تسويق عارف مداخل ومخارج السوق، عنده علاقات، يعرف كيف يجيب مشاريع. دائما المحنة أو التحدي أو المشكلة بيكون معاها اللطف، الله بيبعث معاها اللطف. فالواحد ما بيكون متروك لحاله، ما بيكون المفروض أنه هو اللي يتصرف لوحده. في أشياء الواحد ما يعرفها والله الخبير بيبعد جنود المجندة، أو هو سبحانه بنفسه منزه عن أي تمثيل وعن أي تشبيه. طبعا بيعرف إيش مداخل الأمور ومخارجها وكيف تتدبر وكيف الواحد المفروض يتصرف، وهذا هو اللطف. تحدي يعني لما الواحد يعني يكون متكل على ربه تماما، بتكون عادة نقطة تحول في حياة الشخص إنه يروح لمنطقة أروع وأوسع لأنه الله الواسع. فمسألة اللطف هذه حاجة خارقة. يعني ساعات الواحد يقعد يفكر يقول هو لو في أحد جوا كده يعرف يقول لهم مثلا إيش إمكانياتنا وإيش الأشياء اللي ممكن نعملها. الله بي بي بينبه هدول الناس ليك، بيرشدهم ليك بمسألة اللطف هذه. التقنية اللي أنا تعلمتها أخذتها من أمريكا PhD، أعرف وعندي يقين أنه ما ممكن أساساً الجلسة تكون ناجحة إذا ما أقول دعاء الشفاء في الأول، لأنه الله اللطيف، الله اللي بيشفي، الله الشافي، بيعرف مداخل ومخارج هذا الجسم، بيعرف الأحاسيس المكبوتة هذه، بيعرف كيف الواحد مخه وكيف أحاسيسه وكيف كل حاجة. وسبحان الله حتى من غير جلساتي بتلاقي الله بيدل الشخص بلطفه على أكل معين أو شيء المفروض يعمله أو لايف ستايل معين يطلعه من الوضع اللي هو فيه، إن كان على المستوى الجسدي ولا النفسي ولا العقلي ولا الروحي حتى. فاللطف هذا شيء جميل ورائع، ولما الواحد يشوفه بيشوف عظمة الخالق في لطفه سبحان الله. سلام.